يقوم وفد لجنة الصداقة البرلمانية لدول شرق آسيا بمجلس الشورى بزيارة رسمية للعاصمة طوكيو. وللمزيد حول هذه الزيارة معنا عبر الهاتف من العاصمة اليابانية طوكيو رئيس الوفد الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى. بداية مساء الخير شيخ خالد، بودنا أن نتعرف على الهدف من هذه الزيارة إلى العاصمة اليابانية. مساء النور ونشكركم على نقل أخبار هذه المهمة التي نهدف منها إلى تعزيز العلاقات اليابانية البحرينية خاصة على المستوى البرلماني. كما نعرف بأن لليابان والبحرين علاقات وطيدة وقديمة، وهناك لجان بين البلدين، ولكن وجدنا بأن هناك في الحقيقة في فراغ في هذه العلاقات. نعم. علاقات الصداقة، وهو فراغ الدبلوماسية البرلمانية. فلذلك نحن في الحقيقة الآن نبدأ بمرحلة جديدة في العلاقات. نعم. اليابانية، مرحلة. نعم. تعزيز العلاقة البرلمانية بين البلدين. نعم شيخ خالد، يعني ما هي أبرز الجهات اليابانية التي تم الالتقاء بها خلال الزيارة؟ يعني ما الذي جرى بحثه حتى الآن؟ في الواقع قابلنا طبعا رؤساء ولجان الخارجية والدفاع، وأيضا لجان الأمن الوطني ولجان القضاء واللجان القضائية في كلا المجلسين، مجلس الشيوخ الياباني ومجلس النواب. وكذلك قابلنا طبعا لجان الصداقة في البرلمان وخارج البرلمان الياباني، واتفقنا على أمور كثيرة في الحقيقة في السياسة، خاصة الخارجية والدفاعية والأمنية. وهناك في الحقيقة سمات مشتركة نحن جميعا يعني ندركها في العلاقات بين اليابان وبين البحرين، وخاصة أننا كدول صديقة لدينا هذه السمات التي ترتكز على أهمها أننا نسعى إلى السلم العالمي، ونسعى إلى طبعا السلم العالمي، ونسعى إلى الأمن والسلام العالميين. وكذلك طبعا بلا شك أنهم نقلوا شكر الحكومة اليابانية، وخاصة في قضية مساعدة البحرين لكبح ومكافحة أيضا الغرسنة في بحر العرب. فهناك في الحقيقة تعاون بحريني ياباني دولي لمكافحة الغرسنة، وبالفعل تم يعني الضغط على هؤلاء الخارجين عن القانون في بحر العرب. وبالتالي الجانب الياباني في الحقيقة في كذا اجتماع ركز على شكر البحرين في هذه العلاقات الطيبة. شيخ خالد، يعني على ضوء هذه اللقاءات وهذه المشاورات وهذه المباحثات، كيف ترون انعكاس ذلك على التعاون البرلماني البحريني الياباني تحديدا؟ يعني خلينا نكون واقعيين، انا انظر لها ان انا في البحرين لدينا ديمقراطيه وليده ونتعلم كل يوم، وذكرنا الجانب الياباني باننا في الحقيقه ناخذ معلوماتنا وخبرتنا من كلا الجانبين، الجانب الغربي في الديمقراطيه وايضا الجانب الشرقي. فالجانب الشرقي في الحقيقه او خلينا نقول الديمقراطيه الشرقيه لها سماتها، وانا اعتقد بانها في الحقيقه قريبه من سمات الآسيوية بشكل عام، وإحنا جزء منها يعني. نعم. فبالتالي ما نشعر به في الحقيقة من ترحاب من الجانب الياباني يعني أننا نتعاون في الحقيقة على بناء ديمقراطية بحرينية مستمد يعني سماتها من الداخل وكذلك من الشرق والغرب يعني. والديمقراطية الشرقية في الحقيقة ديمقراطية لها سماتها شبيهة جدا بالسمات
التي رسم لها جهات الملك في مشروعه الإصلاحي، وخاصة بالنسبة للبرلمانين مجلس الشيوخ ومجلس النواب وغيرها من الخطوات الإجرائية في ممارسة الديمقراطية. نعم دكتور الشيخ خالد بن خليفة الخليفة رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، شكرا.